مكملين فعلا اخبارنا ونروح بقى لجريده هنا الشروق ونعرف اخر الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه مع زميلتنا روزان نصر. وطبعا كمان لو في اي تغطيه او اخبار حول طبعا الفريق بتاعنا والماتش القادم يا ريت برده نبقى عارفين منك يا روزان. صباح الخير، اتفضلي. صباح الخير عليك يا نهواند، وصباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير طبعا على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يعني زي ما متعودين قبل الأخبار في الصحف والمواقع، طبعا خلينا نقول لمشاهدينا جدول مباريات النهاردة في الدوري المصري وادي دجلة والجونة في تمام الساعة 5 مساء، ودوري كأس مصر طلاع الجيش وبيراميدز في الساعة 8:30، في دوري الأمم الأوروبية إيطاليا وهولندا في الساعة 9:15، كرواتيا وفرنسا أيضا في الساعة 9:15، وأخيرا البرتغال والسويد أيضا كمان في الساعة 9:15. معايا أول خبر من جريدة الشروق، الأهلي واصل انتصاراته في دوري مرتبط لسيدات السلة بالفوز على الصيد. حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على الصيد بنتيجة 76-34 ضمن منافسات بطولة دوري مرتبط في المباراة التي أقيمت بصالة مركز شباب الجزيرة، وسبق تلك المباراة فوز فريق مرتبط الأهلي على الصيد بنتيجة 65-53، وكان فريق سيدات السلة قد نجح في الفوز على الزمالك بنتيجة 68-59 في إطار الجولة الثانية من منافسات البطولة، بينما حقق الفريق الفوز في الجولة الأولى على فريق الغابة بنتيجة 102-33. من موقع يلا كورة، رسميا غزل المحلة بحجز المقعد الثاني بالدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات. تأهل غزل المحلة لدوري ممتاز بعد الفوز على حساب الأولمبي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق السكندري ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية. وتأهل غزل المحلة لدوري ممتاز بعد غياب 4 سنوات ليصبح ثاني المتأهلين للدوري ممتاز بعد فريق البنك الأهلي الذي تأهل عن مجموعة الصيد، ورفع المحلة رصيده بالفوز ل 47 نقطة بفارق نقطتين أمام فاركو الذي وصل ل 45 نقطة. كمان من موقع يلا كورة، الهلال السعودي ينفي تقدم الفرنسي جوميز بشكوى ضد النادي. نفى فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم الأنباء التي انتشرت عن تقدم الفرنسي بافيتيامبي جوميز مهاجم الفريق بشكوى ضد النادي لعدم حصوله على مستحقاته. وقال المفرج في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية إن تلك الأخبار ليست صحيحة من قريب أو من بعيد، مبديا استغرابه من تداول مثل تلك الشائعات على حد قوله، وأضاف أيضا أنه لا يعرف الغرض من انتشار تلك الأنباء، موضحا لهذا الخبر بتوجيه السؤال للاعب لمعرفة الحقيقة كاملة. وأخيرا من موقع جول، رسميا الإعلان عن موعد كلاسيكو إسبانيا النهائي. أعلنت رابطة الدوري الإسباني بصورة رسمية عن تحديد موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ضمن الجولة 7 من منافسات الليغا. الكثير من الجدل أثير في الأيام الماضية عن الموعد الأكيد للكلاسيكو بعد تنبؤ بعض الصحف بإمكانية تأخير المباراة لمدة يوم لمنح الناديين فرصة متساوية طبعا للراحة، لكن هذا لم يحدث، فقد تقرر أن تقام المباراة مساء السبت 24 أكتوبر 2020 على ملعب كامب نو في تمام الساعة 4 عصرا، وتم اختيار موعد 4 عصرا ليتماشى طبعا مع فارق التوقيت بين إسبانيا والدول الأسيوية التي تعد المصدر الأول للدخل من حقوق البث التلفزيوني في العالم. طبعا دي كانت أبرز وآخر الأخبار من موقع جريدة الشروق. شكرا لكم وعودة ليك يا كريم ونهواند مرة تانية.